السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7 اللي يأتيكم يوميا في كل مساء. حياكم الله ورحب ومسي على زميلتي مروة، يا أهلا وسهلا. يسعد مساك عبد العزيز. عبد العزيز، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. إن شاء الله بنكون وياكم لين الساعة 8 و10، صحيح عبد العزيز؟ إن شاء الله اليوم ساعتنا مدتها 10 ساعة و10 دقائق، فيها مواضيع وأخبار متنوعة راح نكون وياكم، عندنا ضيوف متنوعين. نعم. بإذن الله تعالى. نعم. طبعا في خبر جدا محزن. نعم. وضجت عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بهذا الخبر وايضا بالصور اللي شفناها على انستغرام وعلى فيسبوك وتويتر. توفي صباح اليوم الاثنين الفنان عزة ابو عوف عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع طويل مع الامراض في القلب والكبد. طبعا الفنان الكبير والقدير المصري ظهر الفنان أبو عوف مؤخرا في أحد الإعلانات خلال شهر رمضان المبارك. أما آخر أعماله فكانت مسلسل الأب الروحي 2 للمخرج تامر حمزة. طبعا نحن من قناة الفجيرة نسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله الصبر والسلوان، وهذه تعزية لكل العاملين في القطاع الفني ولكل العرب. وأكيد خسرنا قامة مهمة جدا عبد العزيز من قامات الفن في مصر، وإن شاء الله يا رب الله يصبر أهلهم يا رب. أمين يا رب. من الفنانين الذين يعني ما كان لهم ظهور كبير لكن دوما يعني كانوا لهم تأثير كبير على. نعم. الساحة الفنية، فنحن من هنا نتمنى أن الله يرحمه ويغفر. نعم. له. أمين يا رب. ويصبر أهله يا مروة ومشاهدين الكرام. نعم. أيضا عبد العزيز كان في وفاة أخرى اليوم أحزنت الجميع أيضا على السوشيال ميديا البارحة واليوم. نعم. انتشرت أيضا والبارحة عن هذا الخبر. نعم. وتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة شهيد الواجب طارق عبد الله علي الحواي الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملاء من فرق الدفاع المدني في إطفاء الحريق في أحد المباني بمنطقة الخليج التجاري. وقال سموه عبر صفحته على تويتر: تضحيات رجال الدفاع المدني ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن والشهيد، والشهيد طارق سيبقى رمزا لبذل النفس في سبيل أمن الوطن والمواطن. رحم الله الشهيد طارق وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. طبعا طارق يعني كان كما قال كما نعم مدير عام الدفاع المدني في دبي اللواء خبير راشد ثاني المطروشي الإطفائي عريف أول طارق عبد الله علي الحواي من فرقة إطفاء مركز الاتحاد الذي استشهد أثناء القيام بالواجب في حادث حريق بمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الخليج التجاري شارع الأبراج أول أمس. بعد سيطرة فريق الدفاع المدني بدبي على الحادث في تمام الساعة 6:22 مساء. الله يرحمه ويغفر له. آمين يا رب. وقال أنه تم الإبلاغ عن فقدانه بعد ذلك ب38 دقيقة، وتبين وفق المعلومات الأولية أن الشهيد سقط من فجوة في السقف من الطابق الرابع إلى الطابق الأرضي ما أدى إلى إصابته ووفاته. طبعا أكد المطروشي أن الشهيد كان مواطنا صالحا وجنديا مخلصا لوطنه وواجبه وقدوة لزملائه ومثالا يحتذى في الانضباط والتضحية والكفاءة، لا يتردد في البذل، ونسأل الله أن يتقبله قبولا حسنا وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمنا الصبر والسلوان. طبعا وأن يلهم أسرته وأصدقائه الصبر الجميل يا رب العالمين. نعم. الله يرحمه يا رب. لطارق الحواي أكيد كان يحاول يساعد وتوفي أكيد في مساعدة، فهو شيء وايد سامي وأنه كان ينقذ أرواح ولكن خسر روحه. صح. فالله يرحمه يا رب. مروة مشاهدين الكرام، مثل يعني الخبر هذا حزن يعني حزن الإمارات كلها، كان خبر محزن، فالله يرحمه. نعم. ويغفر له. طبعا معنا عبر الهواء مباشرة شقيق الإطفائي الشهيد الله يرحمه ويغفر له شهيد طارق، معنا حسن الحواي شقيق الشهيد الإطفائي حريف أول طارق عبد الله الحواي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجرك وأجرنا وأجر الإمارات كلها إن شاء الله في الشهيد. دوام لله أخوي حبيب غالي أخوي ما قفرتك. طبعا كان المرحوم أخوك وزميلك في الدفاع المدني، لو تحدثنا عن صفاته وعن سرعته في تلبية النداء للوطن. والله كان أخوي بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء كان أخوي طارق يعني كان يحب شغلة الإطفاء، يحب الإنقاذ، يحب هالشغلة.
سبحان الله يعني هذا كان يومه ما تعرف انه كان هاليوم بيستوي هالشيء، هذا كل شيء من اراد رب العالمين، والحمد لله هو ذا راح شهيد يعني الحمد لله ما راح على اي شيء يعني بطيء. الحمد لله. الحمد لله. زين؟ الحمد لله. وهذا شوفي هذا واجبه لازم يأديه، وإن شغله هذا واجبه لازم يأديه، يحاول يساعد الناس يعني ما هاي روحه أجر، عرفتي؟ نعم. هالشيء يعني ما يعني كل إنسان يحاول يساعد الثاني يعني. نعم. وهاي شغلته كل إنسان إذا مكانه ولقى هالفرصة إنه يكون شهيد بيكون شهيد البلاد يعني نعم. هالشيء واجب على كل مواطن. نعم. إيه؟ صحيح. أستاذ حسن، نعلم أن المصاب جلل ولكن لا نستطيع إلا أن نقف عن هذه الحادثة، وهي تعتبر من أسس الرسائل الإنسانية اللي يمكن أن يقدمها الشخص للآخرين. ماذا أيوة. تقول في هذا الموضوع؟ والله يعني ما سمعت بوضوح أختي، عيدي مرة ثانية ما أسمعت. نعم. أقول لك أن مصابكم وايد كبير، ولكن نستطيع لا نستطيع إلا أن نقف في هذه الحادثة وهي تعتبر من أسس الرسائل الإنسانية، صحيح؟ أيوة صحيح. شو الرسالة اللي يمكن أن يقدمها الشخص للآخرون وشو تقول في هذا الموضوع؟ يعني شوفي هذا الشيء نحن يعني متعودين على هالشيء، نحن في الخبرة العسكرية ننفذ الأشياء يعني المطلوبة علينا، لأن كل إنسان العسكرية لازم يلتزم يكون يعني ملتزم في هاي الشيء. نعم. وثاني شيء لازم يكون العسكري يروح أي مكان يعني يحط احتمالات يعني. نعم. يا يرجع خدمة الوطن، يا يرجع يا ما يرجع، هاي هو لأنه هو عارف إنه عسكري هذا واجبه. نعم. يعني سبحان الله إلا يصير ما يعرف إذا حتى الشرطي أو الدفاع المدني أو الجيش يعني هاي كلهم هاي يعني سبحان الله يعني ما تشار شغلة ما يعرف أنه يرجع ولا ما يرجع لأن نعم. هاي شغلة عسكرية هاي واجب يعني ما أستاذ حسن فيه. نعم أستاذ حسن، أنت فقدت أخ وفقدت زميل في عملك يعني ما أعرف شو أقولك، ولكن فعلا الله يصبرك. والله هالشيء شوفي أنا أقول لك هالشيء فخر لنا نحن الحمد لله، صح أنه كان أخ عزيز وغالي مهما كان هذا أخو صح يعني أنه راح شيء غالي علينا. نعم. بس هذا راح شهيد معناه يعني شيء كبير يعني هذا أخو كان عنا يعني لو كان ساكت بس يعني سوالنا شيء يعني ما كنا نحن نتوقع يعني تعرفين كلمة شهيد يعني احترام الناس لنا صحيح يعني ما شاء الله احترام الناس والعسكريين ما شاء الله يجون يزورون شرطة دبي وجمارك هجرة دفاع المدني بالذات نعم. يعني أدوا الواجب وأكثر الشركات ويعني في حكومات الثانية ما قصروا أدوا الواجب وعزونا يعني هالشيء كم يسوى لنا نعم. هذا الشرف لنا شيء كبير يعني حقنا نحن يعني هالشيء مش بسيط يعني صحيح هذا عزاءنا جميعا صحيح هذا عزاءنا جميعا على فقدانه أن توفي شهيد بإذن الله وبطل من أبطال الدولة والحمد لله بعد عيال زايد طال عمرك نحن عيال زايد لازم أدي الواجب يعني عيال زايد لا أي شغلة ما يعني في الخدمة نحن على طول أول ناس يعني هذا نعم. واجب لنا يعني نحن عيال بلاد وعيال زايد طال عمرك مو بغريب والحمد عليك. لله والحمد لله يكفي أن الشيوخ يزورونا يعني هالشيء يعني موفرين لله. الأشياء يعني أمور الخيمة وأمور الأكل وأمور العزاء مدين الواجب أكثر يعني والحمد الحمد لله كلنا يد واحدة في العزاء وفي الحزن وفي الفرح في الأفراح أيضا الحمد لله ما قصروا طال عمرك الشيوخ إن شاء الله الحمد لله زارون طويل العمر سيف بن زايد الشيخ أحمد بن محمد بن راشد والشيخ محمد بن راشد بن محمد المكتوم زارون الحمد لله اليوم وشفناهم وما قصروا الشيخ حمدان تكلم عنا بعد وطال عمرك نشكر طويل العمر محمد الشيخ محمد بن راشد على نعم. امور المساعدات اللي تساعدنا في الخيمه في الامور الثانيه يعني ما قصر يعني اذا الله الف خير امين يا رب وهذا شيء في الدعم لنا في كل شيء وهذا الشيء مش غريب يعني نحن دوما نشوفه من قادتنا ما يقصرون هو كيف ما قلت لك يعني عظم الله اجركم واجرنا واجر الوطن كله والله هذا فخر لنا طال عمرك نعم هذا فخر وهذا يحتذى فيه يعني كل شباب الوطن يحتذون فيه نحن كلنا نتمنى هالشيء نحن كلنا فعلا. نتمنى نكون شهداء لاجل البلاد هذه نحن هذا الوطن نتمنى هالشيء الله عليك هذا واجب علينا طال عمرك ما يعني الحمد لله انا راح اخوي راح شهيد بس نحن كلنا في البيت مرتاحين من هالشيء لان اخوي راح شهيد ما راح على اي شيء بسيط يعني شهيد يعني يكفي ان الناس يشوفونه بنظر الشهيد يعني هذا اخو الشهيد فعلا. الحمد لله يعني هذا فخر الحمد لله هذا وسام حطي على صدرنا يعني عرفتي فعلا. والحمد لله يعني ما
عظم الله اجركم. دوام لله. واشكر كل اللي زارونا وجزاهم الله الف خير وما قصروا طال عمرك. والشكر كبير على الدفاع المدني اكثر لان زارونا ودعمونا في امور كثيره يعني الحمد لله نعم. الله بخير ومساعدات ودعم السيارات ودعم في الماء والامور والعزاء وجزاهم الله الف خير وما قصرت حكومتنا يا اخوي. جزاكم شيء مو غريب عظم الله اجركم اخوي حسن الحواي. واشكر كل شيخ طال عمرك اللي ساعدنا ولا ما ساعدنا هذا فخر لنا بس انه يكفي انه عزونا هذا يكفي لنا بس الحمد لله. عظم الله اجرك اخوي حسن الحواي. الله اخوي خير حبيبي. جزاك الله خير. شكرا يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام فاصل بعد راح نواصل خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدين الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل السريع جدا. طبعا مروة أنا خاطري أسألك أنت كيفك مع المغامرات؟ أحب المغامرات ولا؟ وأحب وايد تسلق الجبال ونفسي أجربها. الحين موضوعنا راح يهمك أنت ويهم المشاهدين اللي يحبون تسلق الجبال والمغامرات. طبعا اليوم المفتوح لمركز الفجيرة للمغامرات اللي نظمه مركز الفجيرة للمغامرات الجمعة الماضية. وشهدت الفعاليات إقبال كبير من مختلف الجنسيات. بنتعرف اليوم على تفاصيل أكثر مع الأستاذ خليفة البدواوي مطور ومكتشف المسارات الجبلية في مركز الفجيرة للمغامرات. أهلا ومرحبا فيك أستاذ خليفة. أهلا ومرحبا فيكم. شحالك؟ إن شاء الله تكون بخير. خبرنا عن اليوم المفتوح لمركز الفجيرة للمغامرات والأنشطة المختلفة اللي تضمنها فعالية اليوم المفتوح. نعم، في البداية أشكركم على الاستضافة. نورتنا. اليوم مفتوح، نحن سمينا اليوم مفتوح لأنه يتضمن أنشطة مختلفة. نعم. يعني مفتوح فيه جميع الأنشطة كانت موجودة، والهدف من جميع الأنشطة وتسميته اليوم المفتوح أن نحن يعني بس بسبب الجو يعني وحرارته في بعض الأشخاص ما يتحملوا أو بعض الأشخاص مبتدئين، فنوعنا النشاطات. في نشاطات كانت يعني تحتاج إلى جهد وبعض النشاطات لا، أنت مكانك مثل الكلايمينج وون يعني جدار التسلق كانوا الأطفال يقدروا يمارسوه والكبار أيضا يقدروا يمارسوه في مكان واحد. وعندش النشاط الثاني مثلا كان في نشاط الهايكينج. يعني مسار جبلي نمشي فيه. نعم. وأتوقع هذا للمبتدئين أحسه أنه مو بوايد صعب يعني صحيح؟ لتشنتي لا انا اتسلق الجبال عندي لياقه. في كل الانشطه كانت موجوده للمبتدئين يعني الناس الهايكنج احس يناسب الجميع استاذ. نعم يناسب الجميع بالضبط وعلى حسب المسافه وعلى حسب الجو. وايضا كانت عندنا مفعلين مسار البامب تراك اللي هو مسار الدراجات المتعرج وكان في تفعيل زين لين تتذكر اللي بتقول. انا خاطر اسالك احنا بنودي مروه وياكم ان شاء الله بس نحن نخاف عليها شويه. لا 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 تخاف عليها. السلام اللي تستخدمونها هناك كل شيء موجود اساس نطمن احنا مطمنين مروه شي ما نخاف عليها. اول شيء نحن عندنا كل نشاط عليه مشرفين متدربين يعني ومسعفين في نفس الوقت. ممتاز. وكل ماخذين كل احتياطات الامن والسلامه. نعم. ونحن نعرف الشخص يعني الاشخاص اللي موجودين المشرفين يعني يعرفوا الشخص اذا يعني كان يتحمل اللعبه هذه او الرياضه هذه او لا. شو تشوف استاذ خليفه تتحمل؟ والله ان شاء الله. تتحمل صح؟ نعم نعم قوي. ان شاء الله. واضح. على مسؤوليتكم ان شاء الله في دواعي امن وسلامه نحن بنضطر ان شاء الله. اكيد انا وكل المشتركين صح؟ اولوياتنا الامن والسلامه اصلا يعني. نعم. في كل الانشطه اولوياتنا الامن والسلامه للمشاركين ونحن نتحمل يعني. صحيح لان عاده تسلق الجبال اول شيء يقولون ان نحن نخاف لان ممكن يكون ما في امان وايد يصيبهم شوي فوبيا لان بعض الناس عندهم فوبيا من المرتفعات انه ممكن يجربون ولكن يخافون شوي. المركز طال عمرك يعني المركز عنده ستاندرات عنده مبادئ. نعم. عنده اشياء يعني تحمي الاشخاص هذه. نحن اليوم يعني نبل عند هذه الهوايات انه يجينا ولا انه يمارسها يعني بشكل بروحه يعني فردي انه يروح الجبل او اي. عندنا نحن نعطي القواعد ونعطي اجراءات الامن والسلامه نعطي كل شيء ويقدر يمارس معانا نحن في طلعاتنا و اي وقت هو يبان يعني. نعم. لكن في بعض البرامج التدريبيه ممكن الواحد يحتاجها انه يتاهل انه ممكن يروح الاماكن هذه. نعم. او في برامج تدريبيه عامه عن المغامرات انتم تسوونها في المركز لو تحدثنا عن البرامج هذه. نحن طال عمرك شوف من خلال هذا مثلا عندك اليوم المفتوح
انت بامكانك انك انت تي لو كنت ما تعرف اي شيء. حلو. تقدر انك تشوف، تقدر انك تمارس، انك تجرب، لان هذا الشيء يعني ترفيهي نحن سويناه في البدايه يعني كان للاطفال وللكبار وللجميع، وكنا محطين نشاطات متنوعه مثل ما قلت لك على اساس ان يعني كل واحد يشوف شو هوايته وشو اللي يرغب له وشو اللي يرتاح له وشو يحس انه بيتحمل. حلو. مثلا الكياك أنا اللي كنت بقوله عندنا موجود، ركوب الخيول ايضا يعني هاي رياضه موجوده كانت. فجميع الانشطه كانت مفعله وموجوده والكل. والحلو الاختلاف الانشطه اللي موجود يخلي الواحد انه لو ما يحب شغله او ما يبي يمارس شيء معين يقدر يروح. نعم. وشيء ثاني العائله تقدر تروح الكبير والصغير لانه مختلفه. صحيح. يعني نعم. ايضا الكياك يناسب العائله والاطفال ايضا. يناسب العائله والاطفال وجهده يكون بسيط يعني تقدر تمارسه في اي وقت يعني لو كان الجو حار. انت طبعا يالس يعني في مثل ما قلت لكم في انشطه يعني لا تشوف ان الجو حار وانا بتعب، لا في انشطه وانت واقف مكانك تقدر تسويها مثلا رمي الاسهم وفي يعني في اشياء كثيره. نعم. احنا نقدمها. خبرنا مناسبة عن للجميع. نعم. استاذ خليفه خبرنا عن البيئه التحفيزيه والابداع اللي موجوده في نادي الفجيره وايضا اللي توفرونها للمنتسبين الموجودين. نعم. في البداية نحن يعني أحب أشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، هو دائم الرئيس والمحفز الأول لنا يعني كأفراد. وطبعا مثل ما تعرفون أن بيئة الفجيرة يعني بيئة متنوعة التضاريس، يعني في جبلية بحرية، عندنا شواطئ جميلة، عندنا أشياء وايد. فنحن يعني نهيئ هذه الأمور للممارسات ولجذب الأشخاص يعني. نعم. ممتاز. خليني أسألك، في دعم كبير من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. نعم. ولي عهد الفجيرة. نعم. ودعم كبير وواضح لمركز الفجيرة للمغامرات. نعم. متى إن شاء الله بنشوف بطولات عالمية تكون في الفجيرة، يعني بطولات عالمية في مستوى المغامرات؟ والله يعني في بطولات حصلت عندنا وأيضا نحن في خلال هذه السنة بداية الموسم الشتوي إن شاء الله راح تكون عندنا كذا بطولة، يعني تقريبا 3 بطولات دولية. اللي عندك هو الباب تراك، بتكون شركة ريد بول هي يعني اللي راح تجي. نعم. وعندك مسار، عندك الدراجات الجبلية اللي هو الأندورو ريس، هذا طبعا اللي دولي من فترة المسار. نعم. المسار الدراجات الهوائية أعتقد الجبل اللي انتهى من فترة اللي كان في حديقة المغامرات. في أيضا يعني هذه السنة، هذاك السنة الماضية كان موجود. نعم. السنة هذه أيضا راح يكون عندنا. فنحن جاهزين الحمد لله يعني من ناحيه يعني المسابقات اللي راح. نعم. والبنيه التحتيه اللي توفرتوها موجوده بدعم موجوده موجوده. نعم. وعلى تم الاستعداد لاستقبال مثل هذه البطولات. نعم. وما عندنا اي مشكله ان شاء الله. ممتاز يعني. جدا. نعم. استاذ خليفه، وين مكان مركز الفجيره للمغامرات؟ وثانيا الأعمار اللي تقبلونها للمنتسبين؟ ناوية تسجل خلاص. خلاص. نحن يا طويلة العمر يعني من الأطفال يعني أي طفل بالغ. لأي عمر؟ يعني أي عمر أنت عندك تقدر تيبي. أوكي. يكون مثلا عندنا في المركز يعني إذا كان ياهل، إحنا ممكن ما نطلع برا، يمكن في المركز نعطيهم تدريبات، نعطيهم أشياء مثلا. نعم. ترفيهية يحبوها هم يتدربوا عليها. في أعمار له يقدر مثلا يطلع برا يروح معانا مثلا يعني مكان يجرب شيء. يعني على حسب الهوايات على حسب الاشخاص. نعم. ويعني المكان ونحن مهتمين يعني في الموضوع هذا. وايضا يعني اخي سعيد المعمري. نعم. مدير. نعم. عام مركز الفجيرة للمغامرات مهتم في هذا الجانب جدا انه يهيئ اجيال جديده تمتاز بقدرات عاليه يعني رياضيه تمتاز بقدرات عاليه يعني ممتاز جدا حتى اداريه بعد يعني ما شاء الله يعني في اهتمام كبير. يعني من 7 سنوات وطالع 8 سنوات 9 سنوات اللي ممكن يجون يشاركون. ممكن يشاركون من 9 سنوات. يعني من 6 سنوات يعني من أطفال المدارس نحن نستقبلهم. نعم. حلو. كيفية الاشتراك؟ كيف يشتركون؟ يجون المركز أو يعني حتى يعني عندك بأي طريقة. ما خبرتني وين موقعكم؟ أنا بروح المركز. موقعنا في منطقة الفصيل حاليا. نعم. نعم. في الفجيرة. أنا بخبرك، أنا أعرف المنطقة مروة. أوكي. فما أعتقد أن هي بتقدر تكمل. لا لا إن شاء الله إحنا بنهيئها. يعني نعم. وإن شاء الله كيف ما ذكرت أن نحن في انتظار البطولات اللي الفجيرة راح تستقبلها إن شاء الله. نعم. في الأيام الجاية كيف ما ذكرت أنت. نعم. وإن شاء الله تعالى يعني بطولة ريد بول كيف ما قلت أنت، بطولات عالمية ثانية ودعم سيدي ولي العهد
نعم. لا محدود يعني دعم سيدي ولي العهد. نعم لك كل الشكر. نعم ان دعم كبير، دعم معنوي ودعم من جميع الاشياء والحمد فعلا. لله يعني على هذا الشيء. شكرا لك استاذ خليفه البدواوي، مطور ومكتشف المسارات الجبليه في مركز الفجيرة للمغامرات. شكرا لكم على الاستضافه ومشكورين. يا اهلا وسهلا، حياك الله. طبعا الحين مروه مشاهدينا الكرام راح نشوف وياكم مؤتمر خرفكان العلمي الدولي لذوي الاعاقه والتربيه البدنيه المعدله. أكيد هذا بيكون من النسخة السادسة تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارجة، بتنظيم من نادي خرفكان المعاقين وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للنشاط البدني المعدل ومجلس الشارجة الرياضي وأكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة، دراسة تحت شعار الرياضة لذوي الإعاقة من احتواء التنظيم للأداء الأمثل. خلونا نشوف أكثر وياكم هذا التقرير. يلا. طبعا اليوم ان شاء الله احنا لازلنا في بدايه صباح هذا اليوم، واليوم الثاني ان شاء الله من فعاليات مؤتمرنا العلمي، واعتقد الجلسه الاولى اختتمت الحمد لله بلقاء كبير مع باحثين من كبار علماء العالم اللي تحدثوا عن تجاربهم، التجربة الكندية والتجربة التشيكية، وأعتقد هذه التجارب كانت ناجحة جدا والاستفادة كانت كبيرة، وإحنا إن شاء الله بصدد إقامة عدة ورشات لحد الآن، ورح ننتهي إن شاء الله قبل الساعة الثانية، ورح نخرج إن شاء الله بتوصيات كبيرة راح تفيد، راح تسقل ساحة المعاقين في دولة الإمارات خاصة وأيضا في الدول العربية والدول المشاركة، ونأمل إن شاء الله أن نخرج من هذا المؤتمر الكبير بنتائج إيجابية تهم شريحة أصحاب الهمم والمعاقين عامة بإذن تعالى. سعدت حقيقة بوجود هذا العدد المهم من الدول والمشاركين، حوالي 17 دولة شاركت بتخصصات مختلفة، الرياضة، السياسة، الإعلام، من أجل إيجاد حلول لفئة مهمة من مجتمعاتنا، فئة الأصحاب الإعاقة السمعية والبصرية والجسدية والحسية، وهذا يدل على الاهتمام الذي توليه يعني دولة الإمارات العربية الشقيقة صحبة، وخاصة إمارة الشارقة التي تحاول أن تلعب دور مهم في طرح المبادرات على مستوى العربي والدولي، إيجاد حلول لهذه الفئة كما قلت التي يزداد عددها، يعني نسبة الناس أصحاب الإعاقة في العالم تصل حوالي 700 إلى 800 مليون، يعني توصل حوالي 15% من عدد السكان، وهذه في اضطراد دائم لأسباب متعلقة بالحروب والصراعات وحوادث السيارات وتفجير الألغام وغيرها. فلذلك أنا أعتقد هذا المؤتمر يأتي في وقته، يأتي من أجل توحيد الجهود العربية والدولية، من أجل إثبات أننا نعيش في كوكب واحد، لدينا نفس المشاعر، لدينا نفس الهموم، نفس القضايا. طبعا من الشارجة راح نشوف ياكم خبر بلدية مدينة أبوظبي تؤهل البحيرات الاصطناعية في حدائق النرجيل بأبوظبي بتكلفة 260 ألف درهم. بنتعرف أكثر على التفاصيل ويانا عبر الهاتف الأستاذ علي سليمان المعمري مدير إدارة الخدمات الفنية بلدية مدينة أبوظبي. هلا ومرحبا فيك. الله يرحبك على فضله يا أختي مروة وأخوي عبد العزيز. يا هلا بك، خبرنا عن سبب اختياركم حدائق النرجيل لإعادة تأهيل وتطوير البحيرات الاصطناعية أستاذ.
تأتي أصلا تطوير الحدائق وهذا ضمن خطة شاملة تنفذها بلدية مدينة أبوظبي لتطوير وتأهيل جميع الحدائق بجزيرة أبوظبي. نعم. وبما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة ويحقق تطلعات المجتمع في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع. نعم. وسبب اختيارنا للحديقة هذه أو حديقة النارجيل تتمثل أنها هي من أحد حدائق كورنيش أبوظبي المفتوحة وتقع في الجهة المقابلة لمنطقة البحر اللي دائما يصير فيها المهرجانات والاحتفالات العامة. ونحن من ناحية صيانة الحديقة هذه عملنا بصيانة النوافير القائمة فيها، تركيب أنظمة إنارة غاطسة متغيرة الألوان على أساس أنها تعطي منظومة جمالية لرضا الزوار ومرتادين كورنيش أبوظبي. جميل. شو هي التوجيهات التطويرية في بلدية مدينة أبوظبي لتقديم الخدمات اللي للجمهور وفيما يخص الحدائق ومناطق الألعاب؟ بالنسبة لبلدية مدينة أبوظبي هي تعمل ضمن خطة متكاملة لتطوير جميع المناطق الألعاب في حدائق الأحياء السكنية والحدائق العامة وتطوير الحدائق. وتم مؤخرا تأهيل وافتتاح عدد 30 منطقة ألعاب داخل جزيرة أبوظبي، منها 9 مناطق ألعاب في كورنيش أبوظبي و21 منطقة ألعاب في حدائق الأحياء السكنية. جميل. واللي تغطي معظم المناطق تقريبا في الجزيرة مثل منطقة البطين، المشرف والمناصير والمرور وعدد كبير من المناطق اللي للجزيرة. وعندنا هناك 16 موقع تقريبا جاري عادة تأهيلها على، والهدف ان احنا نخلصها قبل نهاية عام 2019. ممتاز. نعم. وايضا الخطة هذه تضمن تطوير مناطق الالعاب من ناحية تبديل الارضيات المطاطية، صيانة الالعاب، تركيب العاب جديدة، تركيب العاب لذوي الهمم، تركيب مظلات وتركيب كراسي وسلات مهملات. نعم. وتتضمن بعد الخطة تأهيل أعمال تجميل طبيعي للجزر الوسطية للطرق الرئيسية. نعم. والأطراف الطريق. جميل. وتحسين المناطق الترابية داخل جزيرة أبوظبي. ممتاز. أستاذ علي، كيف تقيمون رضا الزوار ومرتادي المرافق العامة اللي تم تطويرها؟ والله هي نتيجة للتأهيل والجهود الجبارة صراحة اللي تقوم فيها بلدية مدينة أبوظبي في الحدائق العامة. نحن لمسنا ازدياد كبير صراحة في عدد الزوار الحدائق بالذات في تأهيل مناطق الألعاب، بالذات خلال صراحة في فصل الشتاء. ليش؟ تعرفون الجو طيب يتحسن. صحيح. العوائل تطلع تحب أن تمشي عيالها في الأماكن العامة، بالذات يوم يشوفون أن في مناطق جديدة للألعاب آمنة، حال إن طاح الولد ما يعني الأرضيات المطاطية هاي تحميه من إنه يتعور أو شيء، مظلات موجودة تحميه من الشمس. يعني صراحة نحن شايفين إن الزوار راضين كل الرضا. وبعد فوق هذا نحن كبلدية في جهود إن إحنا نعمل مسابقات للعوائل، كان تعليمية أو ترفيهية أو اجتماعية داخل مناطق الألعاب هذه والحدائق العامة، بالإضافة أن احنا نسوي بعض الاستبيانات على أساس أن نشوف رضا الجمهور عن التطوير اللي قاعد يصير في مناطق الألعاب والحدائق العامة. الحمد هل لله. هم عندهم شكاوي لبعض الأشياء؟ هل هم عندهم اقتراحات لإضافة بعض الأمور في المناطق الألعاب؟ ونحن كل الاستبيانات هذه نحللها وناخذها في عين الاعتبار في تطويرنا المستقبلي للحدائق ومناطق الألعاب. نعم. كل التوفيق لكم أستاذ علي. الله يجزاكم خير يا مرحبا. نعم. كانوا ويانا الأستاذ علي سليمان المعمري مدير إدارة الخدمات الفنية بلدية مدينة أبوظبي. شكرا على المعلومات اللي زودتنا فيها. راح الاتصال. مشاهدينا فاصل سريع وردي لكم لبرنامج 7 على 7. خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. طبعا مروة مشاهدينا الكرام، دولة الإمارات فيها وايد برامج أو فيها وايد مراكز مختصة لأصحاب الهمم. صحيح. وتأهلهم وتساعدهم لله الحمد والمنة. وعن البرامج المخصصة لأصحاب الهمم بشكل عام، ومن مثل هذه المراكز مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين في الفوعة. المزيد مع ضيفنا مدير مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين في الفوعة الدكتور أحمد السيد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك.
وكذلك الطالب الخلوق والمميز مبارك الدرمكي طالب من أصحاب الهمم. أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا فيكم. أهلا وسهلا بك. كيف الأمور؟ إن شاء الله تمام. تمام. أنا مبارك بس بسألك أول شيء، أنت وين تشجع؟ يشجع العين. العين؟ أنا بعد أشجع العين وياك. على فكرة كلنا عيناوية. ها؟ كلنا عيناوية. أنا فجراوي بعدين عيناوي. أنا بشجع العين. خلاص، أنا أول شيء فجراوي بعدين عيناوي. وأنا نفس الشيء، أنا بعد فجراوية لازم صح؟ لازم ما نخليك معنا. دكتور أحمد كيف الحال؟ إن شاء الله طيب. الحمد رب العالمين، شكرا على الاستضافة وجزاكم الله كل خير. هذا واجبنا. دكتور أحمد كلمنا عن المركز. مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين هو من أوائل المراكز التي أنشأت لرعاية أصحاب الهمم في الدولة. تم إنشاؤه سنة 1998 بمبادرة شخصية من رئيس مجلس إدارة المركز السيد ناصر بن عزيز. في الحقيقة منذ بداية إنشاء المركز كان هناك رؤية وإرادة وطموح لإنشاء مركز عالمي بمواصفات عالمية. طبعا المركز أنشئ نتيجة أن رئيس مجلس الإدارة عنده ولد بيعاني من التوحد، ولهذا كانت الشعور بالمعاناة التي يعاني منها أولياء الأمور والأهالي اللي عندهم طلاب من هذه النوعية. الإرادة والطموح والعزيمة هي تجسدت في السيد ناصر بضرورة إنشاء مركز عالمي بمواصفات عالمية، واللي وفقنا إن شاء الله من سنة 2010 حتى 2018 لتم افتتاح أكبر مركز في الشرق الأوسط. إحنا دائما بنقول مركز العين بنحط كده بين قوسين الأضخم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط. تم إنشاء المركز على جزئين، الجزء الأول اللي هو الخاص بالسكن الداخلي والإقامة الداخلية، وشهر أكتوبر الماضي تم الانتهاء من المبنى التعليمي اللي بيضم حوالي 50 صف دراسي بمواصفات عالمية، مسبح، جيم، شاكوزي، ساونا، مسجد لتعليم الطلاب بالصلاة وحفظ القرآن والعبادات، ركوب خيل، حديقة حيوانات، مساحات خضراء واسعة. في الحقيقة شعار المركز أصبح حاليا سعادتهم وحمايتهم وتعليمهم، يعني بنهدف للسعادة وللحماية وللتعليم في نفس الوقت. ممتاز جدا. مبارك بالنسبة لك خبرنا عن البطولات اللي شاركت فيها. أنا شاركت 2019 ألعاب العالمية. أنا فزت البطولة السلة مركز الأول، أنا فزت على ألمانيا وإيطاليا أندورا. ما شاء الله ما شاء الله، ألف مبروك الفوز. بس سنة الجاية 2020 في لبنان على بطولة كرة الطائرة. مبارك بتفوز صح؟ في لبنان؟ خلاص أنا ومروة بنكون معاك إن شاء الله في لبنان هناك. بتفوز صح؟ بتاخذني أنا ومروة وياك؟ ها؟ هي أنا ومروة خلاص بنكون معاك إن شاء الله في لبنان 2020. شو رأيك؟ زين. تاخذني بنشجعك؟ في لبنان. بنشجعك إنزين؟ مبارك تاخذنا معاك؟ أنا ومروة عادي نروح معاك؟ تعال في لبنان. اوكي. انت شلنا وياك. زين؟ دكتور احمد كيف ممكن نحن نخلي اصحاب الهمم انهم يتعاملون مع المجتمع، يحتكون، يكونوا طبيعيين في المجتمع؟ نعم. هو طبعا الموضوع موضوع متكامل ما بين المجتمع وبين المراكز. يمكن من سنة 1998-99 كان هناك عدم وعي بموضوع الإعاقة. ونظرا للرؤية الرشيدة لقيادة دولة الإمارات العربية أصبح الآن في وعي بأصحاب الهمم. تم تغيير المسمى من معاقين لأصحاب الهمم. في هناك مبادرات لحماية أصحاب الهمم وحمايتهم كذلك والقوانين اللي بتنظمهم. فالموضوع موضوع متكامل ما بين المجتمع وما بين المراكز. أحكي يعني نحكي على مركز العين بحكم أن احنا بنعمل باستمرار برامج اجتماعية ودمجية. احنا باستمرار طبعا الطلبة ما عندنا موضوع العزلة، ان احنا نعزل الطلبة. طبعا المفهوم القديم هي العزلة، احنا لا، بنخرج بطلبنا خارج المركز، خارج مدينة العين، أبو ظبي، دبي، المدن المائية، الحدائق، المولات. دايما هناك دمج مجتمعي لدمجهم في المجتمع. ده بيساعد في الحقيقة على زيادة السلوك التكيفي للطلبة،
لو عنده سلوك عدواني او عنده سلوك غير تكيفي بيتغير للافضل. يمكن مبارك من النماذج ديت، لان مبارك اول ما التحق بالمركز كان بيعاني من بعض السلوكيات العدوانية وغير التكيفية. نتيجة البرامج المركز ما شاء الله دلوقتي أصبح بطل عالمي. العديد من الطلاب عندنا كذلك أصبحوا موهوبين في الرسم، موهوبين في الألعاب. عندنا كم طالب خد جائزة جامعة أبو ظبي للرسم اللي كانت صممت للتوحد مخصوصين. فطبعا العملية متكاملة ما بين المؤسسات وما بين المراكز. ما شاء الله مبارك، يعني عنده جوائز عالمية وعنده مستوى أولمبيا. نعم مبارك عنده أكثر من حوالي 9 ميداليات عالمية. أستاذ أحمد، خبرنا عن البرامج اللي خلينا نقول تؤهل أصحاب المجتمع على دمجهم في المجتمع، أصحاب الهمم. هو طبعا البرامج بتبتدي من البداية، من البلوغ، من التدخل المبكر، منذ اكتشاف الإعاقة. نعم. الطالب طبعا بيخضع لمجموعة من البرامج التأهيلية اللي بتساعد على دمجه في المجتمع فيما بعد، يعني مثلا التخاطب، العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، التربية الخاصة، ده كله بيساعد على الدمج فيما بعد. فالموضوع موضوع متدرج. طبعا زي ما اتكلمت سابقا ان برضك الموضوع موضوع متكامل، ان احنا يجب ان المؤسسات المجتمعية، الجامعات، المولات، جميع المؤسسات التي تتكاتف لموضوع الدمج المجتمعي. ممتاز. مبارك، خليني أسألك أخوي مبارك، شو كان شعورك لما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كرمك وسلم عليك؟ هو كرمني، أنا سلمت عليه بالخشمة، كنت أنا صورت مع بعد. كيف شو كان شعورك وأنت تسلم على أبونا الشيخ محمد بن زايد؟ أنا سلمه على بخشم. سلمت عليه وحبيت خشمه. انا حبيت خشمه. انت محظوظ، ونحن كنا نتمنى نسلم. انت سويت انجاز وسلمت عليه، فانت محظوظ جدا ما شاء الله عليك. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك. شو تبى تكون بعد؟ شو تبى تسوي بعد غير البطولات اللي تبى تجيبها؟ شو من البطولات اللي حاب تجيبها انت بعد؟ كره الطائره ان شاء الله. السنه الجايه الوعد في لبنان ان شاء الله. في لبنان ان شاء الله. ان شاء الله بنكون وياك لما نركب الطيران الاتحاد ابو ظبي، اتحاد الارويش. نعم. على كل الفريق نمارد ان شاء الله. ونطلع من بوظبي ان شاء الله لبيروت، وانت ترجع من هناك ماخذ البطوله ان شاء الله. وانا مروه معاك طبعا، لا تنسانا. زين ما انسى. ما تنسانا ها؟ ان شاء الله. استاذ احمد، هل البرامج المقدمه اللي تاهل اصحاب الهمم للعمل في القطاعات العامه، خبرتنا قبل شوي عن البرامج، ولكن هل هي فعلا تؤهل اصحاب الهمم للعمل في هذه القطاعات؟ تؤهل اصحاب الهمم بشرط ان جميع المؤسسات تتكاتف لهذا الهدف. الحقيقه احنا كمركز سعينا في الموضوع ده كتير، والحمد لله فضل الله دمجنا مجموعه من الطلاب، ولكن احنا بيقابلنا عقبات في موضوع تفاهم بعض المؤسسات لطبيعه الاعاقه. يعني قد يكون ما يكون في ريبورت في هذا الشيء، او ان تقرير كامل عن حاله الشخص من اصحاب الهمم. نعم في ريبورت اكيد، ولكن زي ما قلت لك موضوع التقبل، ممكن الخوف، ممكن عدم الوعي بموضوع الاعاقه. في بعض الطلاب مبارك دمجناه فتره من الفترات بالعمل باحدى المدارس الخاصه، اشتغلنا في احدى المصانع البلاستيك، ولكن ما زال الوعي غير موجود بضروره ادماج ادماج. تشرب ماء؟ تشرب مياه؟ تفضل. هذا الماء خلص. تفضل. موضوع الادماج. في الحقيقة برضك يمكن في منصة أطلقتها وزارة تنمية المجتمع للموضوع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يعني ما مفعل حتى الآن بصورة جيدة. فعلا. مبارك، خلينا أنا أسألك، أنت شو أكثر رياضة تحب تلعبها؟ نشاط صيفية الصبح. في العين. في العين. نشاط صيفية 8 الصبح. أوكي. لا مبارك، أنت تحب تلعب كورة أكثر ولا تحب تلعب طائرة ولا تنس؟ شنو أكثر شيء تحب تلعبه؟ ألعب كرة الطائرة. كرة الطائرة أول شيء. الريشة. تنس الريشة. الريشة. السلة. سلة ها. والبولينج. البولينج. شو أكثر شيء؟ أكثر شيء تحبه شنو؟ سلة. تنس الريشة. هو يقول ريشة وأنا أقول سلة، أنت شو تحب أكثر؟ كرة الطائرة. لا أنا ولا أنت. أنا ولا أنت. أزاي خلاص؟ أنا أطلب من الدكتور أحمد إني أنا أي يوم ألعب مع أخوي مبارك تنس الريشة. شرفونا، المركز مفتوح للزيارة في أي وقت. أنا بلعب كرة سلة. أنا بفوز ولا أنت بتفوز تنس الريشة؟ أنا لو لعبت أنا بفوز ولا أنت؟ أكسن ريشة. أنا بفوز ولا أنت بتفوز؟ أنا بفوز. هو بفوز. ريشة. أنا بفوز. الريشة هو بفوز. أنا بفوز. ها؟
لا مبارك بيفوز. انا ما بفوز. تخليني افوز؟ تخليه يفوز؟ تخليني افوز؟ ايوه. زين شو تقول يعني اخوك الوالده الوالد او احد من اخوانك شو تقول لهم انت طالع ومحقق الانجازات هذه على الهواء هنا؟ حسن في مؤسسه زايد العليا سيح والاحبابي وخالد بلوسي عبد الله قديان هادو مع النادي العين مؤسسه زايد العليا هي رعايه انسانيه ذوي احتياجات خاصه. شكرا كابتن عبد الله وكابتن محمود. كله تشكرهم. نعم. بعد نحن نشكرهم. استاذ احمد هل في برامج توعويه توعي خلينا نقول اهلهم لاصحاب الهمم؟ نعم. في التعامل معهم. نعم. في تقويتهم وتقوية ثقتهم بأنفسهم. نعم. والاعتماد عليهم أيضا لأن في بعض الأحيان حتى الأهل يخافون عليهم وايد. نعم. المركز طبعا منذ إنشاؤه وإلى حتى الآن في برنامج ما يسمى عندنا برنامج الإرشاد الأسري. برنامج الإرشاد الأسري ده إن إحنا كل حوالي شهر بنرسل لأولي الأمر بيكون في جلسة مع جميع المتعاملين مع الطالب بيدوله إزاي كيفية التعامل معه في البيت، كيفية تنظيم البيئة المنزلية، إذا في مثلا أساس ممكن نشيله ممكن نحط أساس. المهم إن بيبقى في برنامج متكامل توعوي للأسرة. كذلك إن المركز دائم التوعية خارج المركز كذلك. حاليا إحنا بنعمل معرض توعية في جيمي مول لمنتجات الطلاب، عندهم منتجات قد تفوق الأسوياء في في الجودة وفي الصناعة. فباستمر المركز بيعمل كذلك معارض خارجية للتوعية بالطلاب أصحاب الهمم. في زيارات كذلك للمدارس والجامعات، في كذلك بنستقبل الجامعات والمدارس في المركز لنشر التوعية كذلك بأصحاب الهمم. نعم. هل لقيتوا من الأسر يعني دعم وأيضا يعني شاركوكم في هذا الشيء وكانوا في البرامج وياكم الخاص بالتوعية؟ نعم. بارك. طبعا لما نيجي نتكلم على 98 مقارنة بالآن يعني احنا بنتكلم في حدود 20 سنة، لا الأمور اختلفت كتير. نعم. في توعية دلوقتي، في وعي، في اهتمام من ولي الأمر بموضوع الإرشاد الأسري، بفهم حالة الطالب كيفية التعامل معه. يمكن المفهوم القديم بتاع أصحاب الهمم هي العزلة، ان احنا نعزله في البيت او نعزله في مكان. نعم. خاص. لا دلوقتي استفادوا من نعم البرامج اللي نعم قدمتوها. اكيد. نعم. هو يعني مبارك ما شاء الله عليه، مبارك يحتذى فيه، جايب اكثر من بطولة عالمية ومثل الدولة ويرفع راسنا يعني. هم عندهم قدرات غير عادية. انا بتكلم دائما انا بقولها ان انا عن نفسي انا ما تعلمتش الكمبيوتر، مع ان انا معايا ماجستير ودكتوراه، لكن ما تعلمتش الكمبيوتر الا من علي بن ناصر لو يعتبر ابن صاحب المركز. تعلمت الكمبيوتر من خلاله، يعني شفت شغفه وحبه للكمبيوتر وكيفية أدائه، فأنا قلت طيب إزاي أنا مش قادر أتعلم، وفعلا يعني كان صاحب فضل أن أنا أخذت الخطوة دي. زين في أغلبهم مبارك مثلهم أخوي مبارك في عندهم قدرات لكن هم ما يكتشفون قدراتهم ولا أهاليهم يكتشفون. نعم. قدراتهم، كيف المركز يكتشف القدرات هذه الموجودة؟ دي عملية مشتركة في الحقيقة ما بين الأهل وما بين المركز، مش المركز لوحده ولا الأهل لوحدهم، العملية عملية مشتركة. إن إحنا دايما حتى في المقابلة طول ما الطالب بيجي بنسأل ولي الأمر إيه نقاط القوة ونقاط الضعف. نقاط القوة عشان نبتدي أستكشف المواهب الموجودة، ومن خلال الممارسات اليومية والجلسات اليومية نبتدي نستكشف في الطالب المهارة أو الموهبة اللي عنده. يعني كم اكتشفنا العديد من مواهب الرسم وفضل الله تنمت وخدنا جوائز كتيرة خاصة بالتوحد والإعاقات الذهنية في الرسم، كذلك في الرياضة. فإحنا بنقول دايما إن العملية عملية مشتركة ما بين الأهل وما بين المركز. صح فعلا. نعم. ممتاز جدا، الله يوفقكم إن شاء الله. صح. أنا أقول لي مبارك وين تحب تسافر بعد لبنان؟ نعم. أسافر بريطانيا. بريطانيا ليش؟ بعدين. تحب بريطانيا؟ بريطانيا زين. رحت قبل ولا ما رحت؟ لا كان من عيد التحد من سنة 2018 سافرت في أمريكا، ركبت طيران بضبي اتحاد الأرويس. مبارك كان ممثل لأصحاب الهمم في تمثيل الدولة للاحتفال بالعيد الوطني في السفارة بأمريكا. ما شاء الله. سافر امريكا. سافر امريكا وتم دكتورنا. انت رحت امريكا وبتروح لبنان، ما توديني وياك؟ تعالوا 2020. هو قال تعالوا ما قال تعال. انا ما بودي معي مروه. لا مروه لا، اوكي انا بس.
أنا ومرول أنا بس لا أنت تعال أكسر أنا أنا لا لا أنا لا أنا عشان ما شجعت تعالت والله تعالت خلاص زين مبارك ما بتاخذوني وياكم إيش فيك أنت وهي قفط أنا شوفيني على بالي أنا أبى أسير وياكم مبارك خذوني وياكم لا أنا بروح أنا ما بخلي عبد العزيز يروح وياك أنا بسير وياك أنا بسير وياك كسبنا جت كلا تعرف يا عبد العزيز لا أنا ما بخلي عبد العزيز في الاستديو هني وبي وياك لا كسبنا عندك لا أيوة غصبنا عنك تشيليني وياك غصبنا عني تأخذه وياك تتعب صديقي خلاص حبك عبد العزيز خلاص أنا مبارك إن شاء الله لا بالعكس مبارك أنت ما شاء الله عليك جبت وايد بطولات الإمارات وانت قادر بعد انك تجيب بطولات اكثر وتفرح ابونا الشيخ محمد بن زايد بالبطولات اللي انت تجيبها ان شاء الله لما يرفع راسنا فوق الله عليك دوما انت ترفع راسنا فوق واللي مثلك لما يبون البطولات نحن نفتخر فيهم ونخلي مروه مسكينه نيبها شويه بس انا زعلت شويه مبارك انا زعلانه خلاص نيبها المطار نسوي لها باي باي ونروح شويه بس باي باي أحسن صح؟ ما مبارك ما بسوي لكم باي باي بنسوي حق عبد العزيز باي باي لا. أنا بسير وياك لا هو أحسن هذا أنا أحسن أنا أحسن طبعا أوكي دكتور أحمد سيد هم جدا لطيفين وجدا يعني محبوبين ونحن نحبهم حتى لما يقعدون فيهم لطافة مش طبيعية ما شاء الله نعم وفيهم جو ومرح مبارك بعد يبقى ما شاء الله نعم صحيح إن شاء الله تعالى وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى دائما سبحان الله بيزرع فيهم الجنة وهو مرفوع عنه التكليف فدائما بتصرف بتلقائية فعلا وما يخرج من القلب يقع في القلب يعني أنا إنسان لطيف وحبوب عشان شيء حبني ومروا يعني شوية لأن أنا بنت وأنت وأنت ريان يعني هذا السبب صح دكتور أحمد مبارك أنت تحب الأولاد صح ما تحب البنات صح عارف انك زعلتي صح انت تبع عبد العزيز يصير وياك لانه هو ولد صح لا عشان صديقك صح هو صديقتي انا صديقتي لا صديقي انا وياه ربع هو قلب الضماير بس عنده انا وياك ربع وبس هي ما ربيعتنا ما بنوديها ويانا حتى لبنان ما بنوديها اتفقتوا علي الحين خلاص استاذ احمد بتصير وياهم صح نتشرف ان احنا نرافق مبارك في رحله بطوله من البطولات اللي هو بيطلعها ان شاء الله فعلا شكرا لك دكتور احمد السيد مدير مركز العيله رعايه وتاهيل المعاقين في الفوعة شكرا لك شكرا لكم وكذلك شكرا لك اخوي مبارك درمكي وانا وياك ان شاء الله طايرين شكرا يا مبارك طيران الاتحاد الايرويز ان شاء الله على الاتحاد للطيران ولما انت ترجع لما انا وياك نرجع من لبنان انا وياك نقعد هنا ومروه راح تصدق انا بسوي لكم في المطار باي باي شكرا لك ان شاء الله نرجع من لبنان انت بتكون موجود هنا ومروه راح تستضيفنا انا وياك اوكي شكرا لك باي 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 يلا شكرا لك اخوي مبارك طبعا الحين راح نشوف وياكم انتخابات الجمعيه العموميه لغرفه التجاره وصناعه الفجيره اعضاء مجلس الاداره للدوره الرابعه عشر 2019-2023 وذلك بالاقتراح السري المباشر تحت إشراف قضائي خلال الاجتماع الذي عقدته يوم السبت الذي عقدته يوم السبت 29 يونيو 2019 في مقر الغرفة حيث أسفرت النتيجة عن فوز 15 شخص الزميلة ليالي حمادة كانت حاضرة في واستطلعت أجواء المرشحين وقت عملية فرز الأصوات نتابع مع بعض هذا التقرير مية واثنين مية واربعة مية وخمسة مية وسبعة إذن تمام 9 مساء وصلت صناديق الاقتراع من مركز ديبا للمعارض حيث بدأت عملية فرز دقيقة جدا للأصوات تحت إشراف اللجنة القضائية وكل الأنظار تتجه إلى النتائج تا
طبعا هذا اليوم عرس انتخابي جميل معانا بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات بشكل عام، وهذا شيء ما غريب علينا الحمد لله، بدولة الديمقراطية، دولة الحرية، دولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله الحضور كان جدا جيد، الجماعة كانوا موجودين متفائلين، سواء اللي بيفوز واللي ما راح يتوفق، زين نحن نقول الكل فاز زين بخدمة إمارة الفجيرة. جميلة جدا، أجواء رائعة، أجواء جميلة، الحضور كان جدا جميل، يعني حققنا يمكن 257 الشخص كان حضر وصوت، عشنا أجواء انتخابية جدا رائعة جدا جميلة. طبعا مهم جدا بالنسبة لنا المستثمرين زين والشباب مستثمرين الصغار وحاضنات الأعمال انهم يكونوا متواجدين معانا، نبني جيل زين حبل التجارة من صغره ينشأ على مبدأ التجارة، يتعلم التجارة صح، سواء كان نرفده بدورات تدريبية ممكن يستفيد منها، ممكن الاطلاع على أفضل الممارسات، يعني احنا نتمنى أنها تكون سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة. يهمنا كثير اللي حاضنات الأعمال أنها تكون موجودة وأنه الطلبة أو قصدي الشباب يستفيدوا منها بشكل عام. تجربة رائعة بصراحة، أنا كوني أنا السيدة الوحيدة المرشحة لعضوية غرفة تجارة الفجيرة، حرصت أني أنا أكون من أوائل المتواجدين في الصباح لشارك وأكون موجودة من بداية هذه التجربة، وتجربة ثرية، تجربة جدا ناجحة، وأنا سعيدة بتواجدي اليوم. مسار العملية الانتخابية من الصباح كانت جدا هادئة وسلسة ومريحة، وتشكر جهود غرفة تجارة صناعة الفجيرة لتسهيلهم لهذه العملية وتنظيمهم، التنظيم جدا عجبني، كان رائع فعلا. إذن 15 فائزاً يشكلون مجلس الإدارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس أولى اجتماعاته كي ينتخب المكتب التنفيذي الذي يضم رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأمين الصندوق وأمين السر، بالإضافة إلى تشكيل مجمل اللجان، ليباشر المجلس الجديد مهامه لأربع سنوات مقبلة. حياكم الله مشاهدين، رجعنا لكم بعد هذا التقرير اللي عدتها زميلتنا ليالي ونشكرها. طبعا نشوف ياكم تشير دراسات حديثة إلى أن ظاهرة التنمر في المدارس تتزايد بنسب مخيفة جدا، وهذا اللي قاعد نشوفه مروة مشاهدين الكرام، وفعلا في هاجس خوف كبير جدا من الفيديوهات اللي انتشرت ومن التنمر اللي يصير. تتنوع أسباب التنمر من أسباب اجتماعية وأسرية وأسباب مرتبطة بالإعلام والثروة التقنية. صحيح يا عبد العزيز، والعلاج المدرسي الثورة عفواً. والعلاج المدرسي للتنمر يعتبر من أفضل العلاجات لهذه الظاهرة. اسمحوا لنا نرحب بالأستاذة غفران فواز العلي، معلمة لغة عربية بحضانة الجليلة. هلا مرحب، مرحب فيك. بنتعرف ويا بعض على ورشة لا للتنمر اللي قمتوا فيها، خبرينا أكثر عنها، شو هي ورشة لا للتنمر؟ أول شيء نحن بحضانة الجليلة باشرنا ورشة لا للتنمر، باشرنا فيها من اليوم بإشراف مديرتنا دعد. نعم. المس دعد عملت اليوم للأولاد مثل مبادرة صغيرة إنه كيفية الدفاع عن النفس، لازم تدافع الولد عن نفسه، إنه يجي يحكي لنا مين يلي اعتدى عليه مثلا، مين يلي أذى، مين يلي لازم دائما نحثه إنه تعال احكي لنا، لازم هي يكون صدرها مفتوح له انه مشان يعني تحكي يحكي لها اي شيء بصير معه. نعم. واي شيء يعني لازم، اي شيء بتعرض له لازم ينبهنا مشان نحن نكون معه ونعلمه انه يعني لازم تكون انت عطوف، ما تتقبل الاساءه باساءه، لازم انت دائما يعني تكون مبادرتك حلوه، لازم ما تقابل الاساءه باساءه، ما تقابل الضرب بالضرب. هذا اليوم كانت مبادرتها لمزدعد داخل الحضانة الأطفال. فعلا أستاذ غفران، خلينا نتحدث عن ظاهرة قاعد تنتشر بشكل كبير، التنمر. صح. ونحن دوما نقول شو هو سبب انتشار التنمر، يعني هذا السؤال اللي دوما أولياء الأمور يسألون. أول شيء هو اضطرابات شخصية، وهو سلوك عدواني يعني مكتسب، إنه الولد بيكون داخل البيئة اللي هو عايش فيها في شخص متنمر،
الولد بيشوفه بيحب يطبقه بأماكن تانية، أو وكمان السبب الأساسي بعد الأم والأب عن الولد. وبعدين كمان عنا إشي ثاني، الولد عدم توجيه السلوكيات، يعني الأهل ما بيوجهوا له أنه أنت هذا خطأ عملته، أنه أنت هذا صح عملته. الأهل عم بيدعموه ماديا بس الولد يعني فاقد الحرمان العاطفي داخل الأسرة. والأهل دائما الولد على الإلكترونيات، على صحيح، على الأيبادات، على الألعاب الإلكترونية، بتعلم العنف، الأفلام، هي كلها بتعلم التنمر. الولد بيشوف مثلا فقرة بيحكي هذا الولد أنا شفته بطل بالفيلم، إنه ضرب صاحبه هو صار بطل، أنا بردي أروح على المدرسة وأضرب عشان أنا كمان أصير بطل. هذا اللي عم بيتعلمه القطس. نعم. الطفل صحيح. أستاذة غفران، مرة كنت في السوق طاح طفل، يت أمه قالت له الأرض عورتك اضرب الأرض. يمكن هو موقف وايد يعني بسيط، ولكن الأم ما تعرف أن من هذا الموقف ممكن أن تزرع العنف ويصبح شخص عدواني أو طفل صح. عدواني تجاه الأطفال الآخرين. الأهل هل لهم دور في أن يزرعون العدوانية في بعض الأحيان في التربية باللاوعي؟ طبعا هم لما يزرعوا هذا جواته الولد يعني راح يحكي إذا أمي عم تحكي لي أعمل هيك معناته هذا الشيء صح، معناته حكي أمي صح، هذا أنا لازم أضرب الولد لأن أمي حكت لي أضربه. بس هو ما بيعرف إنه أمه عم تحثه لإشي غلط. صح. يعني أي شيء مثلا لازم إنه أنا أراجع نفسي، ابني جنبي أحكي له هذا الإشي غلط، نحن لازم نكون متحابين، هذا مثلا صديقك لازم نجيب له هدية مشان نحن نتحابب مع بعضنا، أن تكون في ألفة ومحبة بيناتنا، ما نتعامل بأسلوب الضرب أو الإساءة أو الألفاظ السيئة. صحيح. ليش طلاب مرحلة الابتدائية أو المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة هم أكثر تعرض للتنمر؟ يعني شو السبب اللي يخليهم يكون أكثر تعرض للتنمر؟ أول شيء هو هذا العمر، هذا العمر بالذات اللي بيحس حاله أنه لازم يبني حاله، يبني حاله على حساب غيره. هذا العمر بالذات، العمر هذا بالذات، لأنه الطفل بيحكي لك أنا لما أضرب هذا، هذا مثلا رفيقي شاطر جوات الصف، أنا كسلان لازم هو يحل لي واجباتي ولا أنا رح أعتدي عليه، لازم أنه أنا يساعدني بهالواجبات، إذا ما ساعدني أنا رح أعمل عليه إشاعات، رح أخلي رفقاته يبعدوا عنه، رح أظني أتنمر عليه، رح أظني يعني تفكيري هيك لحديت ما الولد يصير عنده خوف ورهبة من جية على المدرسة. في أولاد كتير أول ما توصل مساء باب المدرسة بصير عندها رهبة وخوف، ما بتفوت على المدرسة، والأهل ما بيسألوا حالهم هالسؤال ليش، بس هو الولد بيكون متعرض للتنمر داخل المدرسة عن طريق هاي الأطفال. نعم. وهي بتكون نسب متباعدة، لأنه الأطفال بهذا العمر ما بتكون مدركة شو اللي عم تعمله، بيكون الأهل مبعدين عنهم، وهم بهذا الوقت بيكونوا على الأفلام على الإلكترونيات بده يجي يطبقوه هون يعني. نعم. بالمدرسة. انتشار ظاهرة التنمر في مجتمعاتنا، هل الغزو الغربي كأعلام خلينا نقول دور في هذا الشيء؟ طبعا في من طريقه الافلام، من طريقه يعني برجع وبحكي لك كمان افلام الاكشن وهي الالعاب اللي الالعاب الاولاد اللي كذا ولد سمعنا انه انتحر بسبب العاب الكترونيه. نعم. صحيح. استفزاز طبعا، هذا الالعاب هم اللي عم بينزلوها مش نحن يعني المجتمعات العربيه، يعني نحن عم نكتسبها بس نحن عم نشوف شو عم يعملوا ونحن عم نطبق. صحيح. للاسف. استاذ غفران خليني اسالك، هل لما تصير حاله التنمر ويتم تصويرها تاثر سلبا اكثر ولا ما يتم تصويرها؟ اعتقد احنا صغاريه يعني شفنا التنمر والتاسد وكل انواع التنمر. صح. يعني صح. شفنا من الاستاذ، من البيت، من الأهل الله يرحمهم، ولا من التلاميذ المدرسة، وحتى كنا نخاف نتكلم، فكان يومين ثلاثة ضربة تروح اليوم في وعي ينسى الولد. لكن أحس الحين التصوير اللي يصير وفي شيء إيجابي وفي شيء سلبي. شيء الإيجابي إنه ولي الأمر يشوف الحادثة اللي صارت، يشوف الواقع اللي ابنه عملها أو اللي ابنه اللي هو اللي تنمر عليها أو ابنه يكون الضحية. الشيء السلبي إنه بتتم في ذاكرة الولد طول العمر، والفيديو والأمور هذه تتم، عكس نحن قبل كنا نضرب يعني وكنا نضرب ونضرب، ما كان في تصوير، كانت ماشيه بالستر. اول شيء كان في احترام للذات، كان في احترام للاب، احترام للام، احترام للمعلم. هلا يعني مع الاسف تحس ان فقد هالشيء، مشان هيك الولد يعني عنده عادي انا مثلا خلص بعمل اي شيء جوات الهاي وما بعرف، يعني انا من
بحس انه الولد ما راح يهتم او ما راح مثل ما نحن ايام زمان. نعم. الولد هالايام خلص شيء عادي يعني مر بحياته وخلص. استاذه غفران خبرينا كيف ممكن نتعرف ان هذا الطفل متنمر؟ هذا الطفل متنمر شو السلوكيات اللي تظهر عليه؟ سلوكياته بيكون اول شيء عدائي، يعني بتبين عليه العدائيه، بيبين عليه انه من طريقه كلامه، الالفاظ اللي بيتكلم فيها مع اصدقائه، التعامل مع اصدقائه، استخدام في بعض الاحيان اليد والضرب، الضرب عشان يسمعها صديقه. صحيح. صح، العض، الضرب، احيانا يعني بتفشه لصاحبه يعني على اساس انه بس لازم الصاحب. نعم. اهم شيء لما حدا يضربه ما يفرجي انه انا خفت منك. فعلا. تكون شخصيته قويه. صح. سريعا شو النصائح اللي نحن نوجهها للطلاب اللي يعني يمارسون التنمر عليهم، كيف ممكن يواجهون هذا التنمر؟ اول شيء لازم اي شيء بصير معه حثه دائما على تبليغ لاكبر منه انه في حدا عم بيضايقه. ثاني شيء غرس الثقه جواته مشان ما يكون فريسه سهله. نعم. وبعدين تفادي الاماكن الموجود فيها اصحاب التنمر. تفادي الاماكن الموجود فيها اصحاب التنمر. لازم يتفاداها، ودائما دائما لازم اذا شاف حدا يعني واقع بنفس مصيبته ومتنمر يعني هو الضحيه يخبر انه هذا صديقي تعرض للتنمر، انا بدي اساعده. واهم شيء يعملوا مثل جمعيه لا للتنمر. نعم. لما يكونوا كلياتهم الضحايا يعملوا جمعيه ساعتها حيكونوا اقوى من اصحاب التنمر. فعلا. نعم. شكرا لك استاذه غفران فواز العلي، معلمه لغه عربيه بحضانه الجليله. شكرا لك. اهلا فيك. نورتينا استاذه غفران. شكرا. مروه شكرا لك. وانا بسافر لبنان ما بوديك شيء للاسف الشديد. أفا يا عبد العزيز ما رضى الريال زميلتك وياك في برنامج 7 على 7. الله يسامحك. زين مصوبين تصبحون على خير وسعادة ونشوفكم على خير إن شاء الله. مشاهدينا تريونا باتشر في نفس الموعد في أمان الله. الله يسامحك.